ازيكم؟ عقدة الإحساس بالذنب عند برج الحوت وتحليل الخرائط الفلكية. رجال الدين الله لا يعطيهم عافية زرعوا في دماغ الناس إن الفلك حرام والتنجيم حرام وإن رؤية الهلال بالحسابات الفلكية حرام، وزي ما الرسول قال في الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يبقى أنت لازم تاخد بداية الشهر العربي ببداية الهلال. الكلام ده فلكيا غلط، هو إحنا مش غلط في الحديث، ولكن أنت بتمشي ورا العلم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. إحنا مش بنعبد الكواكب ولا بنعبد النجوم ولا نؤمن أنها هي التي تفعل كل شيء، ولكن الشمس هي سبب الحرارة اللي على الأرض. تقدر تنكر؟ ما تقدرش تنكر. تقدر تنكر ولا ما تقدر؟ ليه؟ لأن ده سبب، أنت عارف من جواك أن الشمس هي التي تبث الحرارة على الأرض، هو الشمس هي مصدر الضوء والحرارة، وهكذا المريخ هو مصدر الشر والحروب. لكن العلماء الفلك يقولك ان الكلام ده ما منوش فايدة، او العيال بتوع الدين، رجال الدين الله لا يعطيهم عافية ويسلط عليهم اكتر ما هو متسلط عليهم، بينكروا علم الخرائط الفلكية وبيحرموا كل حاجة. لذلك في بنات من برج الحوت، طبعا كالعادة بنات متخلفات، يقولك لا اصل التنجيم حرام والفلك حرام والخرائط حرام والكواكب حرام والابراج حرام والتنبؤ بالغيب حرام وتوقع المستقبل حرام ولا تجسسوا. طب ما المخابرات بتتجسس على الجوالات اللي عندك، مش حرام يعني؟ طب انت بتروح تعمل كشف على الجنين في بطن الام تعرف هو ولد ولا بنت، مش حرام يعني؟ طب ما توقعات الطقوس الجوية، مش حرام يعني؟ على العموم طالما انك تخليت عن رجال الدين وعن عقدة رجال الدين الله يلعنهم في كل كتاب وعلى لسان كل رسول، هتتقدم في حياتك. فرنسا وأوروبا لم يتقدموا إلا بعد ما أزالوا حكم الكنيسة وحكم رجال الدين. إذن حكم رجال الدين والناس اللي بتتكلم بالنصوص الدينية، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد فيها ما زاد. طيب وبعدين يرددوا الكلمات كذب المنجمون ولو صدفوا أو ولو صدقوا، دي مقولة عامية من عوام الشعب، وما فيش حاجة اسمها تنجيم، وما فيش حاجة اسمها فلك، وما فيش حاجة اسمها كواكب، وما فيش حاجة اسمها أبراج، وما فيش وما فيش وما فيش، ويقعد يجادلك بالحجج، وبالغصب ينكر وجود الكواكب، وبالغصب ينكر إن الأرض أصلا مش كروية، الأرض مسطحة زي البيتزا كده، زي البطيخة، زي القرص البيض، المهم زي الشكشوكة كده. المهم انه عقدة الاحساس بالذنب عند الناس من ازماهم. يا ابني هو انت بتعبد النجوم؟ لا. هل انت بتتقرب اليها بالقرابين بتذبح لها اولادك؟ لا. هل انت بتحط اكل فوق سطح البيت عشان النجوم تأكل وتشرب؟ لا. يبقى انت مش بتتقرب اليها بالصدقات والحسنات وتعبدها وتصلي لها. النجوم مؤثرة على حياة البشر، هي دلالات وعلامات من علامات التأثير. ظهور الكواكب في السماء لها معنى، ظهور الكواكب في السماء لها مدلول، دخول الشمس في البروج وخروجها منها لها تأثير ولها مدلول، محدش يقدر ينكر هذا الكلام. حركة الكواكب والنجوم لها تأثير على البشر. لكن تيجي لك بقى واحدة من برج الحوت، واحدة الله غضبان عليها، تقول لك لا انا اخاف الله واخاف الله، وهي بتشرب خمرة ويعني فيها جميع انواع الفسق والفجور اللي في العالم، لم تترك لا صغيرة ولا كبيرة من المعاصي والآثام والذنوب الا وفعلتها، وتيجي على الفلك والخرايط تقول لك لا اصله حرام والفلك حرام والتنجيم حرام وده حرام وحرام وحرام، وتجيب لك احاديث وقران واستغفر الله وهندخل القبر وهندخل النار وهندخل جهنم، سبت كل الذنوب اللي في حياتك وجاي تدخل جهنم بس عشان الفلك وعشان تحلل الخرايط الفلكيه، على وينكر الابراج ويكابر ويجيب لك احاديث ويقول لك افتى الشيخ فلان. المهم يعني في انسان عاقل يعني يمشي ورا رجال الدين؟ هل في انسان عاقل يمشي ورا رجال الدين؟ يا راجل رجال الدين اخطأوا في تقدير وحسابات هلال رمضان وهلال العيد اكتر من مرة، الكلام ده معروف، ودايما كل سنة بيتخانقوا على موضوع الرؤية الشرعية للهلال والحسابات الفلكية، دايما ضد بعض، دايما في خناقة كل سنة كل سنة. رجال الدين الملاعين يقرفونا في عيشتنا برؤية الهلال، واحنا نقول الحسابات الفلكية، احنا نقول الحسابات الفلكية، هم يقولوا رؤية الهلال، انتم اعلم بشؤون دنياكم. الا بالغصب يدخل الدين في كل حاجة، ما عشان يكتسب هيبة، عشان يكتسب مكانة في البلد، عشان الناس تسمع له، هو انسان تافه ولا لا يفقه اي شيء في الحياة، ملوش قيمة، فكل ما في الموضوع انه بيحفظ الاحاديث ويرددها زي البقرة كده زي الجاموسة يعني.
فتلاقيه دائما يردد الاحاديث والنصوص الدينيه، يرددها كذب المنجم، هي مش حديث ولا حاجه. وبعدين يقول لك لا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. يا عم طب اتس اوكي، نفترض ان انت بتشوف بعينيك ورؤيتك غلط، وده حصل كتير لما كانوا بيشوفوا الهلال. وبرضه ينكر النجوم، يقول لك لا النجوم لا تؤثر في الارض، الكواكب لا تؤثر في الارض. يا راجل مين قال لك ان الكواكب لا تؤثر في الارض؟ امال هو ربنا خلاها ليه؟ خلاها عشان نبص عليها ونتامل. يا راجل يا راجل يا حلو يا جميل، بس كده عشان نبص عليها نتأمل؟ يعني زحل ده ربنا خلقه في السماء عشان بس نبص عليه ونتأمل بس كده؟ مفيش حاجة تانية غير كده؟ ها يعني رجال الدين دول عبارة عن شوية منايك وبيتمنيكوا علينا. يعني أكتر ناس تتمنيك على الشعب رجال الدين، أوسخ منهم لم تلد النساء وأوسخ منهم لم تره عيني. يحرموا بس قاعدين للنهار، يحرم يحلل يحلل يحرم يحرم يحلل يحرم كده، بس هو شغلانته تحريم وتحليل ويحل ويربط. الغريبة انك تلاقي رجل الدين اجهل من الدواب والانعام. الغريبة انك تلاقي رجل الدين ده شخص كده يعني تافه، وجوده في المكان يبعث طاقة سلبية، وبس هو بس يحرم ويحلل، بس يحشر مناخيره في كل حاجة، يفتي في كل حاجة، وحتى في البيتكوين. هل البيتكوين حرام ولا حلال؟ هل العملات الرقمية حلال ولا حرام؟ يا راجل ده كيف تتقدم وانت معاك رجال الدين؟ مستحيل مستحيل تشوف تقدم وتكنولوجيا، مستحيل. اذا كان جاليلي وجاليلي لما قال لهم ان الارض كروية او ان الشمس مركز المجموعة الشمسية او مركز الكون، حكموه وقعدوه في البيت وقالوا له بطل تتكلم. هم رجال الدين كده في جميع الاديان السماوية، رجال الدين المسلمين، رجال الدين المسيحيين، رجال الدين اليهود، كلهم انجس من بعض. يعني الثلاثة قلعا من بعض، كله انيك من بعضيه، مفيش واحد فيهم هيفيدك في شيء او هيخليك تتقدم، بالعكس هيشدك لورا ويأخرك، يعني مش هيفيدك يعني ولا حاجة. لذلك اللي هيقعد يقول لك التنجيم بقى لأ، والتنجيم حرام، وانتم تكفرون بالله، وانتم تسجدون للاصنام وتسجدون للكواكب. طيب ما هي الشمس طال عمرك بتسخن مكوتك وبتخليك تروح تشتري تكييف عشان تبرد مكوتك، يبقى اثرت عليك اهي. يبقى الشمس نجم في السماء ولكنه مؤثر على درجة حرارة الارض وبيأثر على كل شيء. طيب زحل بيأثر، المريخ يأثر، زحل لما اقترن مع بلوتو جاب لك الكورونا والناس مرضت، زحل لما اقترن مع بلوتو سنة 1914 جاب الحرب العالمية الأولى وملايين ملايين ملايين البشر ماتوا. مش لعب الكواكب، عمر الكواكب ما كانت بتلعب، ولا عمر الكواكب اللي مخلوقة في السماء دي كانت كواكب يعني بتلف على الفاضي يعني، ولا إن هي قاعدة بتستهبل على راسنا الكواكب اللي ربنا خلقها. فرجال الدين هم حفنة وحثالة من الحشرات لا ينظر إلى رأيهم ولا يؤخذ به أساسا يعني، واللي يمشي وراهم ده مغفل.